اليوم 28 أكتوبر 2023 تم إقرار افتتاح الموسم من قبل اللجنة الشيهوية، واليوم تحت إشراف سيد معتمد لو المكلف بتسيير ولاية القيروان تم افتتاح الموسم بمنطقة الملالسة، منطقة سقوية. تقديرات الانتاج في على مستوى ولاية القيروان 147 ألف طن من الزيتون، ما يقادر 30 ألف طرنات من الزيت، منهم 9000 طرنات من الزيتون البيولوجي. الكميات هذه باش توفر أيام عمل في حدود 1.2 مليون يوم عمل على مستوى ابتداء الأربع أشهر هذه للموسم. إن شاء الله موسم واعد، واللي هو يخلي القطاع الزيتون هذا عنده ديما الريادة على مستوى الاقتصاد الوطني. عندنا طاقة تحويل في حدود 600 ألف طرنات، هو ديما عندنا طاقة تحويل كبيرة على مستوى الولاية، عندنا عدد المعاصر 151 معصرة. هذوما اللي يخليه احنا ما عندناش إشكال على مستوى تحويل الزيت، بحكم أن ولاية واعدة على مستوى القطاع أنه عندنا من 87 ألف مساحة هكتار، فيها 87% من المساحة هذه اللي هي قابلة للإنتاج، وعندنا 11% من مساحة زادة اللي هي فاتية وقابلة باش تدخل في الإنتاج. يخلي ديما ولاية القيروان من الولايات اللي هي تتصدر الإنتاج على المستوى الوطني. المساحة المروية في حدود 88%، المساحة المطرية 88%، والباقي هو سقوي. إذا كنشوف المقاربة بين السقوي والمروي، نشوف كمية الزيتون اللي الانتاج من جاي من القطاع المطري ما يمثل كان 22%، ألوغ الكمية اللي هي متبقية اللي جاية من القطاع السقوي هي برسك 88%. الحياة فم زهرة الحياة.